اهلا بيكم مره تانية من مطبخنا احلى والفراخ بقى لفوائد صدور الدجاج اللي هنتكلم عنها في صحتكم معانا بالدنيا. طبعا البانيه زي ما احنا بنسميه او صدور الدجاج تعتبر من الاغذيه المفيده جدا والغنيه بالبروتين بنسب عاليه، ومهم جدا اننا ندخله في النظام الغذائي اليومي بتاعنا لانه فيه فوائد كتير هنتعرف عليها معاكم خلال صحتك بالدنيا. زي مثلا اول حاجه صدور الدجاج او البانيه زي ما بنقول عليه بيساعد على نمو العضلات بشكل كبير، عشان كده مهم ان الواحد ياخدها بشكل يومي، وكمان لانها بتساهم في نمو انسجه الجسم، وينصح بالذات الرياضيين ان هم ياخدوها بشكل خاص. طبعا انا عارفه انها بشكل يومي هتبقى صعبه، ولكن نجتهد قدر الامكان اننا ناكلها لانها طبعا مغذيه وقليله في الدهون بتاعتها. من فوائدها كمان المهمه انها بتنظم الشهيه لانها بتساهم في نمو العظم، ولانها كمان بتحتوي على الكالسيوم وفيها كمان فسفور، وبالتالي كل اللي بيعاني من ضعف الشهيه تجاه الاكل بشكل عام، الامهات بقى اللي بتشتكي ان اولادها ما مش كتير، بننصحها انها تاخد البانيه او صدور الدجاج وتحطها في الاكل بتاعهم بشكل يومي، عشان بتقدر انها تنظم الشهيه وبتخلي الواحد نفسه تتفتح للاكل ويقدر انه ياكل. كمان بتفيد في حاجات تانية زي مثلا انها بتقي من خطر التهابات المفاصل. الناس اللي عندها في العيله التهاب مفاصل او كده ممكن انها تزود منها في الاكل، انها بتقي من خطر التهابات المفاصل، وده لانها بتحتوي على ماده السيلينيوم اللي بتخفف من التوتر والإجهاد والضغوطات النفسية اللي بتنتج عن الأنظمة الغذائية اللي مش مظبوطة. كمان بتساعد صدور الدجاج في انها تظبط الوزن، عشان فيها طبعا نسبه دهون قليله اقل من الاوراق زي ما احنا بنسميها، وده بيخلي الواحد يقدر يستفيد منها في خساره الوزن. طيب بتساعد كمان في وقف عمليه الشيخوخه. الستات اللي بتخاف انها يبان عليها الكبر في السن او يبان عليها انها بدات تكبر، لا هو كمان بيحافظ على الشباب، وده لانها بتنفع بشكل كبير في تقويه مناعه الجسم وبتقي الشخص بشكل عام من أمراض السرطان. طبعا لها فوائد كبيرة ومهمة، عشان كده لازم نركز فيها. كمان بتقدر انها تزيل السموم من الكبد وبتخرج المواد الضارة من الجسم. شوفوا كل ده في صدور الدجاج. مش بس كده، ضيفوا لكل ده كمان انها بتحمي من مخاطر السكتات الدماغية، وبتقلل كمان من ضغط الدم، وبتقي من الامراض القلبية وامراض الاوعية الدموية بشكل عام. فتعتبر طبعا خيار صحي ممتاز نقدر نعملها باشكال مختلفة وبحاجات متعددة. اهم حاجة بس ان احنا نخليها متضمنة في الغذاء بتاعنا. طبعا الناس اللي هتقول لي اصل احنا ظروفنا المادية ما تسمحش، زي ما قلنا كده قدر الإمكان تكون موجودة في الغذاء بتاعنا، في سلطات بكميات بسيطة، مش شرط بكميات كبيرة، ولكن على الأقل نحاول إنها تكون موجودة في الغذاء بتاعنا بشكل أساسي. طيب